إذن اسمحوا لنا نصبح اليوم مع الأستاذ عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة. صباح الخير. صباح الخير لك وللسادة والسيدة المستمعين. كيف صحتك؟ تمام؟ أنا تمام وأنت؟ أنا الحمد لله، يعني بحاول أكون ما أنت شايف كل يوم في مليون قصة في البلد. كيف الأمور صحيح. ماشية؟ صحيح الحمد لله. لا شك بأنه فصل الشتاء يعني أستاذ عمر يعني بفرض تحديات مختلفة على قطاع الطاقة في فلسطين، والعباء بتزيد. حرب غزة أضافت المزيد من الأعباء على قطاع الطاقة في فلسطين، ومحاولات يعني خلينا نحكي إعادة هذا القطاع إلى المسار الذي ممكن من خلاله يتم تطويره مستمرة، خاصة بوجود فاقد هائل في الطاقة. أولا في عندكم تفاصيل واضحة على حجم ما هو مفقود من ما يجب أن يدخل إلى قطاع الطاقة في فلسطين؟ نعم، أول شيء صباح الخير مرة أخرى، وسعيد أن أكون للمرة الأولى على راديو 24 FM. تسلم، وإن شاء الله لن تكون الأخيرة. أكيد. طبعا شوف، أنت طرحت عدة مواضيع. نعم. ومن ثم سألت سؤال، دعني أرجع قليلا بما سألته بالأول. طبعا فصل الشتاء الكل يتذكر العاصفة الشديدة التي مرت بها البلاد في العام الماضي، وما سببته من خسائر على مستوى كافة الحقيقة، كافة الأصعدة وكافة البنى التحتية، ولم تستثني قطاع الكهرباء منها، وكان هناك انقطاعات للتيار الكهربائي طالت معظم المدن، واستمرت في بعض الحالات لأكثر من 3 إلى 5 أيام. نعم. طبعا نحن استفدنا من الدروس والعبر، وكان هناك لجنة وزارية للبنية التحتية التي درست كل الأمور وحاولت أن تضع حلول حتى لا نمر بنفس الكارثة التي مررنا بها في العام الماضي. وجدنا أنه يعني معظم الحالات قطع التيار الكهربائي كانت بسبب الأشجار. يعني تخيل أخي الكريم، تلك الأشجار التي لم تستحمل ضغط الثلج الوزن العالي هبطت على خطوط الطاقة الكهربائية وقطعتها في كثير من الأماكن. صحيح. وكانت الصعوبة أنه في لم نستطع أن نصل إلى كافة الخطوط المتقطعة نتيجة وجودها إما على وديان أو جبال أو لتراكم من الثلوج وعدم قدرة المركبات من الوصول إليها. فلذلك كان الإجراء الأول الذي قمنا به في هذا الخريف هو تقليل تلك الأشجار، وقمنا بالطلب من كافة الجهات الموزعة للطاقة الكهربائية سواء شركات أو هيئات محلية بالمرور على كافة الخطوط، وتم الحقيقة أخذ ذلك في عين الاعتبار وقلمت الأشجار أو أزيلت في بعض الأماكن التي من الممكن أن تشكل خطر. الناحية الأخرى يعني هذا الشتاء على الأقل يفترض أنه قصة الشجر ما تكونش جوهرية. المفروض والحقيقة أنا يعني أريد أن أسجل الشكر والتقدير للطواقم التي شاركت خلال الأيام الماضية، ولاحظ أنه أيضا حتى الآن لم نصل إلى ذروة فصل الشتاء، إلا أنه كان في عواصف برقية في الأسبوع الماضي وكانت الشبكة قد استحملتها ولم يطرأ أي انقطاع على التيار الكهربائي في كل الأماكن التي نسجل فيها ملاحظات. نعم. ثانيا قمنا بكثير من الحالات وخاصة في الخطوط التي تغذي مناطق استراتيجية. ماذا يعني مناطق استراتيجية؟ مثلا المستشفيات، مراكز الشرطة، تلك الأماكن التي لها نوع من الحساسية. استبدلنا الشبكات الهوائية بتحت أرضية. نعم. وهذه أيضا زادت من موثوقية الشبكة وحسنت من الوضع، وإن شاء الله نتمكن من وضع ذلك أو عمل ذلك للأحمال الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، ولكن الآن بدأنا في وخاصة المستشفيات. نعم. ثالثا يعني استبدلنا بعض الخطوط الأخرى التي يعني وصلت إلى حد لا تستطيع تحمل أعباء إضافية، ونحن نعرف أن الناس في فصل الشتاء يستهلكوا طاقة أكثر من الخصور الأخرى وخاصة للتدفئة، وبالتالي أيضا أخذ ذلك على الاعتبار. أنا أقول أنه لم نصل إلى 100%، ولكن الجهود الحقيقة استفادت من العبر والدروس التي كانت في العام الماضي. جميل.
طيب عمليا هاي السنة احنا قادرين على منح طاقة الكهرباء المطلوبة منا، خاصة انه عم بزيد استخدام الكهرباء للتدفئة؟ نعم، يعني شوف انا بدي اجاوبك بطريقة غير مباشرة. الحقيقة اذا الامور كما هي، نحن لم يكن هناك اي نقص في الطاقة الكهربائية، ولكن ما يحصل حاليا، وأشكرك على هذا السؤال لأنني أريد أن أدخل في موضوع آخر، ما يحصل حاليا هو تهديدات من الجانب الإسرائيلي بتقليل كمية الطاقة الموردة إلى فلسطين، وهذا ناتج عن عدم الالتزام بدفع الفواتير وتراكم الديون، وهناك تهديدات حقيقية الحقيقة، وأريد أن أشرحها لأخواتي وأخوتي المستمعين، ووصلت ليس فقط إلى تهديدات اقتصادية بقطع التيار الكهربائي وفرض رسوم وغرامات، إنما وصلت إلى التهديد بوضع اليد على الممتلكات وإغلاق الحسابات، وخاصة فيما يتعلق بشركة كهرباء القدس. لذلك وكما تعلم أخي العزيز أن مجلس الوزراء اتخذ في الجلسة الماضية قرار يعني إزالة هذا الشيء بصفة مجلس الوزراء الجهة الأولى المعنية بالصالح العام، والآن هناك قرار يتعلق بآلية براءة الذمة الذي سيساعد الشركات على التحصيل، ويسائل المواطن الذي تجمعت عليه مجموعة من الفواتير، وعندما يطلب هذا المواطن خدمات من بعض الوزارات يطلب منه إشهار براءة الذمة أنه لا يوجد عليه تراكمات في الديون. نعم، ما هو حجم الفاقد؟ هذا السؤال الأول كان، يعني شو حجم الفاقد اليوم عندنا؟ يعني الفاقد الحقيقة يتراوح ما بين 10% في أكثر المناطق إلى 30-35% في أسوأها، وأسوأها الحقيقة في قطاع غزة، وذلك نتيجة وضع الشبكة الكهربائية، والتي يعني كلما يتم إصلاحها يقوم الاحتلال بخسفها أو يعني بقطع الخطوط في المنطقة. في الضفة الغربية الأفضل في مناطق وسط الضفة الغربية تقريبا 10-12%، وتتراوح ولا تزيد عن 25% في بعض مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية، ولكن هذه الأرقام كبيرة، يعني بمعنى كل 100 كيلو وات مثلا في أحد المناطق التي نحصل عليها فعليا لا نستفيد من أكثر من 80 كيلو وات، وبالتالي هذا الفاقد يجب التخلص منه، خاصة أنه الفاقد جزء منه فني وجزء منه غير فني. نعم، طيب أنتوا الغير فني المقصود فيه السرقة. نعم مفهوم. هلا راح نجي هنا واحده واحده، بس انتم قمتوا بجوله على خطوط الكهرباء للتاكد من تقارير الشركات في موضوع الاشجار، لانه يعني مشان شجره سننفق البلاء، يعني سننفق ملايين بكره او الاف الدولارات مشان نصلح عطل صار نتيجه شجره اصلا. نعم. يعني انتم عندكم اليه للرقابه؟ يعني اوكي، شركات الكهرباء قالت احنا قمنا بتقطيع الشجر ومش عارف ايش، في جهة رقابية عم بتحاول اليوم تتأكد من هذا الموضوع ولا؟ الجهة الرقابية هي طبعا مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي أنشئ منذ سنتين ويقوم بأعمال كبيرة الحقيقة، وهو يراقب على الأداء الفني والأداء المالي وكل ما يتعلق بالجهات المرخص لها. هنا نقطة مهمة أخي، بأن الشركات الكهرباء مرخص لها وتزاول مهنتها عبر رخصة فيها حقوق وواجبات. المشكلة تكمن في بعض البلديات التي لم تنضم إلى تلك الشركات وتزاول مهنتها دون ترخيص، وهذه طبعا خارج شركات عن إيش؟ شركات توزيع كهرباء ولا إيش؟ مش فاهم شركات إيش اللي خارجها عن لا، الهيئات المحلية والبلديات التي لا تزال تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية، تلك لا تتمتع برخصة لمزاولة المهنة، وبالتالي هي خارج السيطرة أو خارج الرقابة. ومن هنا أدعو كل الجهات الموزعة للطاقة الكهربائية لتصويب أوضاعها، لأنه هذا يشكل خطر عليها وعلى المواطن الذي تخدمه، وعدم الالتزام بالمواصفات وبالأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التنظيم قد يكون له نتائج فنية سيئة على الجميع. بدنا الصراحة أستاذ عمر، ال العاصفة اللي راحت السنة الفاتت أثبتت بأنه البلديات الصغيرة
كانت جاهزة للعاصفة أكثر من الشركات الكهرباء الكبيرة وأكثر من البلديات الكبيرة، عشان نكون صريحين يعني. يعني على الأقل هذا أصلا يعني كان جزء من نقاشاتنا مع شركة الكهرباء القدس مثلا، وجزء من نقاشنا مع البلديات الكبيرة. مثلا في رام الله مثلا، مين المسؤول عن قص الشجر؟ هذا النقاش رح يرجع اليومين لما تيجي العاصفة. شركة الكهرباء. نعم. شركة الكهرباء مش البلدية. هيك؟ لا شركة الكهرباء. شركة الكهرباء تمام. طيب اليوم شو عم تعملوا مشان موضوع الفاقد؟ يعني شو بتسو يعني شو غير موضوع براءة الذمة؟ شوف انت يعني خلينا ناخذ المواضيع مرة واحدة، يعني موضوع بالنسبة لتقليم الأشجار في المناطق التي يسيطر عليها مجلس التنظيم، وهي المناطق التي تخدم أو تقدم خدمة الكهرباء بواسطة شركات مرخص لها، لا يوجد أي مشكلة، وهناك رقابة وهناك اتصال مباشر. ودعني أقول أن إذا كنا سنتحدث عن موضوع الأشجار وعلاقتها بالطاقة الكهربائية، هو من صالح الشركة أن تزيد تلك الأشجار، لأنه الخسائر المترتبة عن الحالات الطبيعية من عواصف أو من زلازل لا سمح الله أو شيء تتحملها الشركة وتتحملها شركات التأمين في حالة وجود تأمين، وبالتالي من صالح الشركة أن تقوم بذلك، ليس فقط من صالح المواطن. لذلك أنا لست قلقا من موضوع الأشجار في المناطق المرخص لها. أنا كنت أتحدث عن الجهات التي توزع الطاقة الكهربائية بلا ترخيص. أولا هذه جهات غير قادرة على القيام بكل الأعمال سواء في عواصف أو غير عواصف. هم هذول مش مرخصين أستاذ عمر ولا أصلا يعني هذا نعم النظام؟ نعم لم يرخصوا حتى الآن يعني، ويطلب منهم الترخيص. وعي أساس بوزعوا كهرباء؟ يعني مش مخالفين للقانون، مش بلديات تابعين إلا الوزارة المحلية؟ نعم البلدية مطلوب منها بالقانون أنها تنضم لأي شركة موجودة في منطقتها الجغرافية، ولذلك تلك البلديات التي لم تقوم بذلك حتى الآن هي بلديات مخالفة للقانون. ووزارة الشؤون وزارة الحكم المحلي مش قادرة تشتغل معهم؟ يعني مش قادرة تضبط هذا الموضوع؟ نعم يعني لأسباب متعددة، قد نفرض له حلقة أخرى لأنه هذا موضوع يعني مهم، ولكن فيما يتعلق بالسلامة وفيما يتعلق بالأنظمة والقوانين والمواصفات وكل هذه الأمور قد تلتزم بها تلك الجهات الغير مرخص لها، ولكن لا يوجد طرق للرقابة والتعامل معها بشكل كما هو الحال في الجهات المرخص لها. هذه النقطة التي كنت أريد أن أوضحها. نعم عمليا أستاذ عمر، في موضوع الفاقد كل الإجراء الجديد هو موضوع براءة الذمة صحيح؟ نعم. كل ست فواتير. دعني أوضح الآلية. الآلية هي بشكل التالي: أولا نحن لا نتحدث عن قرار براءة الذمة جديد، هناك قرار اتخذ في الحكومات السابقة قبل عدة سنوات فيما يتعلق ببراءة الذمة. جاء القرار الجديد الذي اتخذ قبل أسبوعين أو أسبوع من أجل وضع آليات لتنفيذ ذلك القرار، ومن أجل خلق توازن وعدالة وعدم يعني الطعن في مصداقية الناس وإهانتهم أو التقليل من كرامتهم لا سمح الله. فالقرار السابق كان يعني أعطى انطباع أن كل مواطن مدان حتى تثبت براءته، وهذا يجب أن يكون العكس من ذلك. فلذلك جاء هذا القرار وقال بشكل تالي: من تراكمت عليه 3 فواتير ينظر ويعطى مهلة 14 يوم لتصويب أوضاعه، وإلا يتم قطع الخدمة عنه. الآن إذا لم تستطع الشركة أن تقطع الخدمة عن ذلك المواطن، والمواطن لم يصوب وضعه واستمر في معارضته، تنتظر 3 فواتير أخرى، عندها تصبح 6 فواتير ينظر مرة ثانية، وبنفس الوقت ترسل بيانات ذلك المشترك إلى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الذي يقوم بالتأكد منها ويتصل بالمشترك. وإذا استمر المشترك على معارضته وضرب الحائط بالإنذارات وكل ما يوجه له من رسائل، يوضع اسم ذلك المشترك في قائمة تسمى القائمة الخاصة. هذه القائمة أخي العزيز توزع على الوزارات التي تقدم خدمات متطلب من أجل تقديم هذه الخدمات إبراز براءة الذمة. لذلك فقط الموجودين على القائمة الخاصة هم من يطلب منهم إشهار براءة الذمة بأن لا يوجد عليه فواتير كهرباء. وهنا ميز هذا القرار ما بين المواطن الملتزم
وذلك المواطن الغير ملتزم، والذي هو ليس عبء فقط على الحكومة إنما عبء على المواطن الملتزم. نعم. لأنه الغير ملتزم هو ليس فقط لا يدفع، إنما في كثير من الحالات يسرق التيار الكهربائي ويوزع لجهات من ورش وسوبر ماركت وغير ذلك، وهذا يعبر عن هدر. وأعتقد بما أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن المصلحة العامة لم يستطع أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، والتي يعني وصلت وتفاقمت إلى تراكم ديون كبيرة نسمع عنها حاليا. أعتقد وسائل الإعلام تبرزها أنها وصلت إلى أكثر من 7 مليارات شيكل، وهذا رقم كبير يعني إذا استمرت لا تستطيع الحكومة بالالتزام. كم الرقم كمان مرة أستاذ عمر؟ الرقم 7 مليار شيكل. 7 مليار هذا إيش، ديون الكهرباء؟ لا، هذا أريد دعني أوضح هذه النقطة. عندما لا تقوم الشركات والجهات الموزعة للطاقة الكهربائية من تحصيل الفواتير كما قلنا قبل ذلك، ولا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها لشركة كهرباء إسرائيل، ماذا يحصل؟ تقوم شركة كهرباء إسرائيل وعبر الحكومة الإسرائيلية باقتطاع الفرق من الضرائب الفلسطينية، من الأموال الحكومة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي. هذه الأرقام التي اقتطعتها إسرائيل منذ العام 2002 وصلت حتى الآن إلى تقريبا 7 مليار شيكل. لذلك هو ليس حجم الديون هذا حجم ما تم اقتطاعه لتغطية الفارق ما بين ما تدفعه الشركات وما يجب أن تكون قد دفعه. هذا بس عن شركة محافظة القدس ولا عن أكثر من شركة؟ لا، عن كل فلسطين. عن كل فلسطين 7 مليار شيكل. نعم صحيح. نعم. وبالتالي الشركات هاي متعهدة بسدادها لكم للحكومة ولا لا؟ يعني هل 7 مليار شيكل هاي في الشركات الذريعة التي تستخدمها هو أن المواطن لا يدفع، لذلك قمنا بهذه الإجراءات من براءة ذمة ومن عدادات مسبقة الدفع وغيرها من أجل حفظ المواطن، وأيضا قدمنا مجموعة من الحوافز لهؤلاء الملتزمين وجدول ديونهم ووضع برضو للحالات الإنسانية والاجتماعية ومسامحتهم من جزء من استهلاكهم، وبالتالي كل هذه الحوافز من أجل إنقاذ هذه الشركات وعدم انجرارها إلى المحاكم مع الجهات الإسرائيلية التي أصبحت تهدد ليس فقط إجراءات فنية من تقليل قيمة الطاقة الكهربائية كما تحدثنا في بداية برنامجك، إنما أيضا بنتائج سياسية قد تطال ممتلكات الشركات أو الوضع اليد على حساباتها وإلى ما ذلك من إجراءات خطيرة يجب التوقف عندها. أستاذ عمر، كان يفترض نظام الدفع المسبق يحل إشكالية كبيرة في هذا الإطار، يعني شو تقييمكم لهذا النظام؟ هل بالفعل توقف في بعض الشركات تركيبه؟ يعني في قرار بإيقاف تركيبه عند بعض المشتركين؟ شو الأسباب؟ يعني التفاصيل هذا كان لازم يحل. سامعك منيح. طيب يعني طيب بقول إنه نظام الدفع المسبق في الكهرباء كان يفترض يحل جزء كبير من الإشكالية. صحيح. شو تقييمكم حتى اللحظة لهذا النظام؟ التقييم ممتاز، وأريد أن أقول لك أنه إحنا استأجرنا خدمات شركات استشارية لدراسة نتائج استخدام عددات مسبقة الدفع، وكانت النتائج إيجابية، ووصلت النسب الآن في بعض المناطق إلى 80-85% من نسب التحصيل، وهذه النسب كانت غير موجودة. في منطقة شركة كهرباء القدس النسب الآن وصلت إلى 88%، هذا شيء جيد. وفي الجنوب يعني تتراوح ما بين 70-75%، للأسف لا تزال النسب متدنية في قطاع ولا تكاد تصل إلى 40%. نعم. إنما الـ يعني العداد مسبق الدفع ساهم في تحسين نسب التحصيل، وساهم أيضا لدى المواطن بأنه بدأ المواطن يضع ميزانية لفاتورة الكهرباء. صحيح. لأنه هو يدفع قبل أن يستهلك، وبالتالي يستهلك بشكل مرشد ولا يهدر في استخدام الطاقة الكهربائية. هل توقف تركيب هذا العداد في أماكن معينة؟ لا، لم يقف، لم يتوقف. أكيد هذا في قرار أنه يستمر يعني. لا، لا يوجد قرار لا بالتوقيف ولا بأي شيء، إحنا مستمرين في برنامج بدأناه من 5 سنوات. والهدف منه الوصول بعداد مسبق الدفع إلى كل مشترك، وهذا مساعد من جهتين، للمتلقي الخدمة ولمزود تلك الخدمة. طيب أستاذ عمر، إحنا يعني دافعين عن هاي الشركات حسب ما أنت قلت لنا 7 مليار شيكل على مدار فترة طويلة هاي، منيح؟ نعم.
ما مدى قدرة سلطة الطاقة على الرقابة على هذه الشركات، على أنظمتها الداخلية، على طرق صرفها، على زياداتها السنوية، على استثماراتها اللي يعني تستخدم فيها مثلا أموال الكهرباء وتستثمر في قطاعات أخرى؟ يعني إحنا عارفين، بنعرف أكثر من شركة عم تستثمر في محلات كثيرة، في عمارات، في شركات تأجير سيارات، في مصاريف هائلة بتنفقها هاي الشركات بدون رقابة من جهة رسمية، ولكن كجهة رسمية الحكومة بتتحمل عليها حتى اللحظة 7 مليار شيكل. صحيح رجع جزء منها، بجوز بعرفش كم اللي رجع، يعني إذا دفعوا للحكومة، إذا استردت الحكومة جزء منهم أو لا، ولكن قديش أنتوا قادرين تراقبوا وقدرتكم على رقابة، يعني خلينا نحكي جودة إدارة هاي الشركات؟ ممتاز. طبعا شوف، في حالة الشركات المرخص لها الرقابة رقابة ممتازة جدا ومستمرة، وهذا بموجب الرخصة الموقعة والرخصة التي بواسطتها تقوم هذه الشركات بمزاورة أعمالها. أشرت أنت إلى نقطة هامة، وهي قيام تلك الشركات بأعمال إضافية على توزيع الطاقة الكهربائية. نعم. أولا يعني الرخصة هي جزء من المنظومة التي من خلالها تمارس هذه الشركات الخدمة. هناك شيء آخر يجب الانتباه إليه، وهو تسجيلها لدى مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. هذا التسجيل يتيح لهذه الشركات أن تسجل الغايات من إنشائها. فإذا كانت الغايات موجود بها الخدمات الأخرى التي تحدثت عنها فلا بأس، أما إذا لم يكن فهي تخالف تسجيل التسجيل لدى مسجل الشركات، وتستطيع وزارة الاقتصاد الوطني مراقبة هذا الأمر. يعني هذا يخضع الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات الكهرباء تخضع لرقابة وزارة بس هذا ما بتعارض مع قضية العجز المالي اللي بتعانيها هاي الشركات؟ يعني هاي الشركات بتعاني من عجز مالي منيح؟ نعم. الحكومة بتدفع عنها ملايين. لا، ما أنا بدي أوضح نقطة. يعني أنت تفضلت في صحيح ولكن ليس دقيق. نعم. زي ما قلت، أولا هل تستطيع تلك الشركات أن تزاول أشياء أخرى بالقانون؟ تستطيع، بعضها يستطيع هذا القانون إذا كانت مسجلة ضمن دائرة تسجيلها غايات حسب رخصتها، يعني التسجيل تبين. نعم. وتراقب كما قلت من وزارة الاقتصاد. ما هو المطلوب من سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء في هذا المجال بالتحديد؟ هو التأكد من أن النشاطات المالية الأخرى للشركات لا تؤثر على تعريفتها الكهربائية. فهمت القصد؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يستثمر في الأراضي أو أراد أن يستثمر في العمارات ما يرفعش أو في السعر. أي شيء آخر ما يرفعش. يجب أن لا تؤثر. نعم، على التعريف. بس ما هو بأثر، ما هو عم بأثر على قدرة وجوده كشركة أصلا، يعني ما هو مش عم بأثر على السعر، ولكن بأثر على كينونته كشركة كهرباء مثلا. يعني معوش يدفع، ديونه، معوش يسد، معوش يطور. انت فهمني استاذ عمر شو اللي بحكي انا؟ ماشي، هم ما بيرفعوش، يعني القانون برضو ما نص ان احنا نصير ندفع عنهم 7 مليار شيكل، ولكن عم ندفع عنهم 7 مليار شيكل. لا لا لا، ندفع عنهم. ما انا جايك على النقطه، بس انت يعني تستعجلت شو؟ لا مش مستعجل، خذ راحتك. سامع منيح الحقيقه، الاتصال غير واضح، ولكن احنا صوتك واضح جدا عندنا. يعني اذا واضح عندكم ممكن. انا باكد لك انه واضح جدا. تفضل. هذه الشركات ومرة أخرى المرخص لها يجب عليها تقديم تقرير سنوي لمجلس التنظيم. هذا التقرير فني ومالي، يعني أداءها الفني وأداءها المالي مراقب لدينا. نقطة أخرى، قام مجلس الوزراء الحقيقة خلال الستة أشهر الماضية بتثبيت المديونية على كافة الجهات التي دفعنا عنها تلك 7 مليارات، والآن معروف لدينا تماماً ما هو حجم الدين الذي تدين به الحكومة أو مدينة به هذه الشركات للحكومة، وهذا تم تثبيته بقرارات لمجلس الوزراء لكل هيئة محلية ولكل جهة موزعة للطاقة الكهربائية ولكل شركة تعمل في توزيع الطاقة. نعم. والآن بدأ عملية التقاس، وبدأت عملية أيضا الجدولة، وأنا أريد أن أسجل لهذه الحكومة الحقيقة، ليس لأمامي منها، ولكن أريد أن أسجل أنها المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت المديونيات، وحتى لأموال تم صرفها قبل أكثر من 10 سنوات على الشركات هاي. يعني نعم نعم، هناك تثبيت مديونية ومجلس التنظيم يتابعها، ووزارة المالية، هناك لجنة وزارية من وزارة المالية والحكومة المحلية ورسوم الطاقة تقوم
باحتساب تلك الأموال وتثبتها وتعمل تقاس لها وتجدولها، وهذا عمل جاري وسنعلن عنه بتفاصيل أكثر إن شاء الله. هذا جميل، هذا جميل، هذا جميل أستاذ عمر. هذا مهم طبعا. طيب كما قلت ينقسم موضوع تعدد الخدمات التي تقدمها الشركات إلى موضوعين، ذلك الموجود في تسجيلها لدى مسجل الشركات، وذلك الذي يجب أن تفصح عنه في التقارير المالية المقدمة سنويا مرة أو مرتين حسب نوع التقرير الذي يطلبها. طيب اسمح لنا ناخذ هالمكالمه وبعدين يعني بدي بس اسال عن موضوع غزه وشو ممكن ينشغل اكثر فيها. صباح الخير. صباح الخير يا هلا. هلا بيك. صباح الخير اخونا كدانك. تفضل. صباح الخير. الله يجزيك فضلك. بس انا عندي كم من ملاحظه. اول شيء الملاحظه الاولى بالنسبه لموضوع عدادات الدفع المسبق، اكثر من مره زي ما حكينا قبل مع الاخ هشام العمر في لقاء انت عملته معي اهاب، انا قدمت على عداد دفع مسبق لان عمليا هو فكرة حضارية وتنظيمية بنفس الوقت كما قلت انت. انا قدمت قبل تقريبا شهر وقالوا لي ان فيش في الوقت الحالي مجال للدفع لعداد دفع مسبق لانه موقف. ليش توقف؟ يعني الكلام طاير بيننا وبينهم انه في بعض المشاكل بهذه الاجهزة، اجتهم دفعة او اجتهم كمية ما كانتش ضمن المواصفات والمطابقات اثبتت خلالها، لغوها ووقفوا لنا الدفع المسبق. اولا. ثانيا سؤالي المهم والاهم، براءة الذمة هل ستطبق على كل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ام سيشمل فئات معينة ومناطق معينة؟ واقصد علانية المخيمات، المخيمات اللي هي تعتبر أحد الأسباب بالثقل والعبء الكهربائي اللي تراكم على شركة الكهرباء وعمليا انعكس على المواطن إني أنا صرت أدفع فاتورة هذه المخيمات، وهذا إشي مش واجب وطني علي، لا، لأنه بصرف كهرباء وبيشتغل وأنا بشتغل وبصرف كهرباء فمش واجب إني أدفع عن غيري. الأمور الوطنية منحطها شكة والمجاملات، لكن في أرض الواقع أنا مش مجبور أدفع عن حدا، وعبء المخيم صار عبء على جميع المواطنين. النقطة الثالثة والأخيرة تحملنا يا أخويا إيهاب، في شفافية في شركة الكهرباء مثلا، أنا بدي أعرف أرباحها، كيف أرباحها بتيجي، كيف الشركة هذه بتشتغل. حكي أنا مثلا اللي 30 سنة مركب عداد كهرباء دفعت ما يقارب 70-80 ألف شيكل واضرب على مئات الآلاف من العدادات، في تقرير سنوي، في إشي يعني كيف بدي أوصل للي مدعو شفافية في هذا الموضوع؟ شكرا لكم. شكرا، شكرا لاتصالك أستاذ عمر. يعني أكثر من قضية ولكن أهمها المخيمات اللي طرحها الأخ. لا لا، الثلاث قضايا اللي طرحها هذا مواطن صالح الحقيقة، هذه مش كثير، مش كثير عندي بقول لك، مش كثير صالح بعرفوش أنا بعرفه ليه صديقنا ولا يهمك. لا هي أسئلته تنم على أنه نعم متبع له، متبع ومهتم بالوطن. أول إشي أنا بدي أسألك سؤال خاص، أنت أبو إيش؟ أنا أبو ثائر. أبو سائد؟ ثائر. طيب أخي أبو سائر، أولا بالنسبة لموضوع عداد مسبق الدفع، ما قاله المواطن صحيح أيضا، هناك مش توقيف، هناك مراجعة لبعض الشكاوى التي وردت من بعض المشتركين المركب لديهم عدادات مسبق الدفع، ووجدنا فعلا أن هناك خلل في السوفتوير، والشركة الموردة تعهدت بتغيير كل تلك العدادات، وهناك ليس توقيف ولما انتظار لوصول الشحنة الجديدة المعدلة من أجل استبدال تلك العدادات، لأنه الشركة لا تستطيع أنها تستمر في تركيب عدادات يكون بها خلل، قد يكون هذا الخلل لصالح المواطن وقد يكون هذا الخلل أيضا ضد المواطن، وبالتالي هي توقفت بشكل وقتي حتى يتم استبدال تلك العدادات. نعم. البرنامج مستمر ويتم دراسته بين الحين والآخر. السؤال الثاني، قرار براءة الذمة يطبق على المواطن الفلسطيني أينما كان متواجدا وتحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، في المخيم، في القرية، في المدينة، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، أينما هو موجود. وبالتالي القرار لا يصدر القرار لفئة دون أخرى. وأريد أن أوضح أيضا وأتطرق إلى النقطة الثالثة مع النقطة الثالثة، كما قلت لا يوجد مواطن مستثنى من هذا القرار، أي مواطن يتراكم عليه ست فواتير أينما كان موجود
سيضع اسمه في القائمة الخاصة ويمنع من تلقي خدمات حسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء. الآن موضوع المخيمات يتم التعامل معه. من المهم قبل التطرق إلى موضوع المخيمات، المادة 6 و7 من قرار براءة الذمي، المستثنيين من هذا القرار هم فقط الحالات الإنسانية والمرضية والحالات الاجتماعية. بمعنى تلك الحالات التي لا تستطيع دفع فواتيرها من نتيجة لظروف خاصة، هذول لهم آلية أخرى ولا يطلب منهم إشهار براءة ذمة لدى تلقي الخدمات. وكيف نعرف ذلك؟ نعرفه عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدم تباعا وشهريا تحديثا للعائلات المستورة وتلك تحت خط الفقر وتلك التي يجب التعامل معها بطرق خاصة. الآن بالنسبة للمخيمات، أيضا هناك جهود مستمرة وأنا أعتقد أنها ستكرر خلال هذا الأسبوع تحديدا للوصول إلى اتفاق من أجل التعامل مع العبء الذي تحدث عنه المواطن قبل قليل فيما يتعلق بالديون الماضية، وليس فيما يتعلق بتطبيق براءة الذمة. تطبيق براءة الذمة على الجميع، ولكن لأنه تراكمت الديون في المخيمات فعلا كما قال بشكل صحيح خلال الفترة السابقة ولأسباب وظروف قد نتحدث عنها في حلقة أخرى، ولكن من أجل إنهاء هذا الملف سنتعامل مع كل تلك المواضيع، ولكن أهلنا في المخيمات وممثليهم واللجان الشعبية يعرفوا تماما أن قرار براءة الذمة أيضا سيطبق هناك، بل هم طلبوا مهلة لإيقاف بعض الإجراءات القضائية من أجل الوصول إلى اتفاق. أنا أعتقد أن هناك في إدراك لأهلنا في المخيمات أنهم لا يريدوا أن يكونوا عقبة أمام تطوع قطاع الطاقة الكهربائية، ولا يريدوا أن يكونوا سببا في الإجراءات التي تحدثنا عنها والتي تنوي إسرائيل اتخاذها بحق هذه الشركات. نعم. أحسن إشي عم بصير بالفترة اللي راحت إنه في شفية أكتر من قبل. صحيح. جزء من حجم الإشكالية اللي صارت السنة اللي فاتت أبان العاصفة اللي صارت، يعني عرفنا إنه شجر مش عارف إيش، بس لكن كان جزء مهم من يعني شوف كل هاي الإجراءات بتنعمل مشان الحكومة وسلطة الطاقة وإحنا نضمن إنه تندفع الفلوس لهاي الشركة. صحيح؟ صحيح. بما فيها الآن براءة الذمة. صحيح. أحد أهم أسباب الفشل اللي صارت السنة الفاتت، وأنا أرجو أنه هذا تم مراجعته مع شركات الكهرباء المختلفة، هو المقاسم الاتصال اللي كانوا بيتصل عليها المواطنين يسألوا شركات الكهرباء، واللي سقطت في أول يوم، يعني في أول يوم للثلج. طبعا صاروا يحكوا أنه في ضغط على المكالمات وبتعرف. طيب ممتاز، هذا اللي صار قبل سنة، الآن شو اللي تغير من هذيك السنة لهذه السنة؟ ممتاز. في موضوع المقاسم، يعني أنا كمواطن يعني في إطار حماية المستهلك، في إطار زعل الناس ما كانش بس لأنها قطعت الكهرباء. ماشي، قطعت الكهرباء، احنا عارفين متوقعين بنفهم، في ثلج في قطعت كهرباء في البلد، هذا صار ألف باء، والسنة راح تثلج وراح تقطع الكهرباء والناس خلاص تعودت، بس مش هذا المشكلة. لا لا لا، يعني هلا أنا بأمل إنه أنا بأمل أستاذ أنا عمر إنه ما يصير هيك، أنا بأمل إنه ما تقطع الكهرباء لما تثلج الدنيا. دعني أعلق عن هذا الموضوع. طيب بس أنا خليني أحط السؤال وأنت مشان تأخذ راحتك فيه. السؤال، شو اللي عملته شركات الكهرباء لحق أنا كمواطن؟ تعطيني خدمة بدفع كهرباء، الآن مربط في عدم براءة الذمة وبقدرش أسافر إذا بدفعش 6 فواتير، اللي بدك إياه اللي بدك إياه. لا أنا بس أنا بسألك، أنا كمواطن لما باخذ هاي الخدمة بتصل أسأل سؤال بلاقيش حدا يرد علي، ما بلاقي حدا يرد علي، شو عملوا؟ حاطين 2 ولا 3 في إحدى الشركات يردوا على 60-70 ألف مشترك بدهم يتصلوا مرة واحدة لما تقطع الكهرباء. ما هو كمان الحقيقة يعني... أولا يا أبو سائر أنا كنت حابب أن أكون معك في الاستوديو لأنه أسئلتك مهمة وكان ممكن يكون الحوار أكثر نجاعة، ولكن يعني إن شاء الله هذا بسيط بنعملها قريبا نخلي الناس شوف تتصل. أولا خلينا نتحدث عن موضوع السنة اللي فاتت فيما يتعلق بهذه العاصفة، وكانت شديدة حقيقة، كانت شديدة وغير مسبوقة، ويعني كلنا تأثرنا فيها، وهناك كان انهيارات كبيرة ومصانع سقطت و... صحيح. يعني كل القطاعات الحقيقة تضررت، ليس فقط قطاع الطاقة الكهربائية، بل أريد أن أتعدى ذلك وأحدثك عن الدول المجاورة. إسرائيل استمرت قطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق فيها لأكثر من 20 يوم.
الأردن ما عدا العاصمة كان هناك كثير من الانقطاعات اللي يعني على اتصال مباشر مع إخوتي في المملكة الأردنية الهاشمية وطلعنا على التقارير. يعني فلسطين أعتقد كانت في وضع اللي كان خارج السيطرة وخارج القدرة على التعامل معه هو ضراوة تلك العاصفة وشدتها اللي كان حقيقة. يعني أنا بيتي جزء منه انهار، بيتي الشخصي، ويعني كانت عاصفة قوية الحقيقة. الآن كما قلت أنت أخي أبو سعير أنه أهم شيء أن نكون قد تعلمنا من الدروس وقمنا بالإجراءات التي نستطيع القيام بها، ومن ثم يعني كما يقال اعقل وتوكل. نحن نعقل وننتظر وإن شاء الله تكون الأمور أفضل بكثير. ولكن يعني في نقطة أثرتها مهمة جدا، أنه إحنا فعلا بنقوم بكل الإجراءات من أجل هذه الشركة والشركات الأخرى، ونحاول المحافظة عليها، ونحاول أن يعني أن نكون سدا منيعا أمام كل الإجراءات التي من الممكن أن تتعرض لها. أيضا هي عليها واجبات، والشركة مطلوب منها أيضا أن تقترب من مواطنيها وتحفزهم وتضع لهم برامج، وأنا أعتقد أنه الأمور بدأت تتغير إلى الأفضل. هناك ورشات عمل بدأت تقوم بها الشركة وتطلب بها المواطنين، ومن ثم تعرض عليهم خططها وتقول لهم وتطلب منهم آراءهم. يعني هذا بس أنا برأيي لازم يسألوا الأستاذ عمر سؤال: ما الذي قمت بتجديده أو بتغييره في إطار استقبالكم لشكاوى المواطنين؟ هذا مهم، لأنه إذا ما تغيرش إشي رح نيجي لأزمة السنة اللي فاتت. بس خلينا نأخذ الأستاذ وليد بطراوي على الخط، لأنه وليد بطراوي صباح الخير. صباح الخير، تفضل سيدي. يعطيك العافية. أولا عندي ثلاث أسئلة يعني برجو أنه يتم الإجابة عليهم. الأول يعني من خلال الحديث اللي فهمته ويريد توضيح هاي المسألة، أنه كل مواطن مطالب بأنه يبرز شهادة براءة ذمة، أي أن الجميع متهم حتى تثبت براءته، وليس العكس. بمعنى أنه أنا إذا بروح على الداخلية على سبيل المثال بدي أجدد الهوية، بطالب ببرز عن الكمبيوتر مثلا أني مش دافع، أما اللي دافع مش مفروض. يعني هذه أولا زيادة إجراءات، بده الواحد يروح وأكيد في لها رسوم مثلا أنه الواحد يدفعها. بدي أفهم أنا هاي القضية، هل المواطن يجب أن يبرز شهادة براءة ذمة ومن وين بجيبها؟ وإذا إذا حقيقة هذا الأمر هاي مشكلة كبيرة جدا، ونتمنى على الحكومة أنها تعيد النظر فيها، لأنه مش كل مواطن متهم. هذا أولا. ثانيا الأسئلة اللي بنسمعها بالشارع، يعني إحنا بنعيش في الشارع، واحد مثلا على سبيل المثال باسم البيت ومأجر واحد، والشخص هذا ما بدفع فاتورة الكهرباء وبتضل طبعا على اسمي، فهذه قضية. القضية الأخرى، مأجر بيت أنت؟ مأجر بيت؟ لا أنا يا ريت فكرت. طيب ماشي، كان قلت لك عمرك ما تطلع برا البلد. لا يا بعدين بنروح على محكمة الفساد إذا طيب. مأجرين بيت. السؤال الثالث بتعلق بحملة الهوية المقدسية أو الإسرائيلية، إذا كان هو وما بدفع كيف بدنا نحصله هذا الشخص؟ وشكرا لكم. بنمنعك انت تسافر بالضبط. طيب شكرا استاذ عمر، يعني سؤالين بصراحه ثلاث. بعرف ثلاث بس يعني هو الاول انت اصلا جاوبت عليه، بس لازم ترجع تفهم وليد انه مش كل واحد لازم ياخذ براءة ذمه. نعم، هو يعني كان مستمع للبرنامج ولكن ليس مستمعا جيدا. نحن وضحنا انه هذا القرار اجى عشان يوضح هذه النقطة بالذات، وأنا قلت إنه هذا قرار لتوضيح الآليات وليس قرارا جديدا فيما يتعلق ببراءة الذمة. الآلية هي أن المواطن الذي تراكمت عليه 6 فواتير وتم إنذاره مرتين يوضع اسمه في القائمة الخاصة التي توزع على الوزارات التي تقدم خدمات. لذلك السيد وليد عندما يتوجه لتجديد رخصة مركبته مثلا، إذا كان اسمه في القائمة الخاصة سيظهر على الحاسوب الحكومي لدى وزارة الاتصالات، وإلا لن يظهر. وبالتالي فعلا هو الجملة التي قالها السيد وليد، أنه المواطن بريء، يجب أن يكون بريء حتى تثبت إدانته. وبالتالي وحتى لا يطلب منه إشهار براءة ذمة، هو موجود اسمه بيكون إذا تراكمت عليه 6 فواتير، فبالتالي المواطن مش مطلوب منه أي شيء إذا كان ذهب لتلقي أي خدمة من الخدمات التي نص عليها القرار. سيجد أنه يستطيع أنه يأخذ هذه الخدمة، أو سيطلب منه تسديد الفواتير، لأنه سيقال له أنك أنت في عليك 6 فواتير فما أكثر. طيب. فأعتقد أن النقطة هي واضحة.
النقطة الثانية وهي فيما يتعلق كانت إنه هذا للجميع مش هيك؟ نعم هذا قرار يسري على الجميع. حملة هوية القدس كيف راح يتم التعامل معهم؟ نعم من المهم معرفة إنه شركة كهرباء القدس لديها تسجيلين وهناك مواطنين لا يعلمون ذلك. تسجيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالمواطنين الموجودين تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنظم الشركة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وباقي المشتركين لدى الشركة الموجودين خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية ينظموا من المنظمة الإسرائيلية حقيقة، ولذلك هناك نظامين للشركة حتى في الضرائب لديها نظامين، حتى في تلقي الخدمة وفي المواصفات والمقاييس لديها نظامين، وذلك نتيجة عدم وصولنا للمراحل النهائية من الحل النهائي للوضع الفلسطيني. وبالتالي الإجابة واضحة في هذا المجال. طيب آخر شيء اللي مستأجر خلص يعني بتروح عليه، اللي مأجر حدا بسمر لا مهم هاي هذه النقطة، هذه كانت الثالثة. هاي الثانية بس مش مشكلة. الثانية مهم ما سأله سيد وليد إنه القائمة الخاصة لا تحضرها الشركات، هذه مهمة، من يحضرها هو مجلس التنظيم، بمعنى أن مجلس التنظيم يقوم بعمل تدقيق على البيانات التي قدمت له ويتأكد أن هذا المواطن هو صاحب العداد المعني، وهذه مهمة. يعني ما قاله سيد وليد مهم جدا جدا، هناك ناس العداد باسم أبوه أو باسم مستأجر، وبالتالي يقوم مجلس التنظيم بتدقيق وربط رقم العداد باسم المشترك الساكن في هذا البيت الذي تراكمت عليه ومن سيطلب منه براءة ذمه وليس أي واحد آخر. طيب. وهذه مهمة جدا الحقيقة. بس هاي راح تغلبكم شوي، يعني هاي راح تغلب شوي. يعني طبعا لازم بهمش. نعمل شيء صح. لا طبعا بهمش. كرامة المواطن اللي ملتزم. طيب خلينا نشوف المكالمة كمان. أستاذ عمر صباح الخير. نعم تفضل. صباح الخير بخير. هلا بيك. كيف حالك؟ هلا أخوي. صباح الخير دكتور. تفضل. في عندي بس تعليق وسؤال. تعليقي في موضوع دعم أو الأموال اللي بتذهب من السلطة لشركات صاحبة الامتياز بتوزيع الكهرباء في فلسطين. يعني أنا شوي بختلف مع الدكتور وأنا مش محامي ولا إلي بالقانون، بس بعتقد إنه يعني تفسير القانون بهالاتجاه إنه طالما هاي الشركات إلها غايات أخرى عند مراقب الشركات مسموح لها تشتغل بشغلات أخرى، بعتقد إنه هذا بتعارض مع إنها شركات صاحبة امتياز، لأنه هاي مش شركات خاصة عادية مفتوح باب المنافسة أمامها، واستطيع انا بكره اني افتح شركه زيها وانافسها، او نستطيع انه انا كمواطن او كزبون اني اختار شركه على شركه بسبب الخدمه و فعشان هيك بعتقد انه قانونيا مفروض تندرس مره ثانيه هاي النقطه. وانا يعني في اكثر من دوله في العالم مش مسموح انها تمارس اي نشاط باي اتجاه ثاني. الاستثمارات اللي بتسويها بعض الشركات في مجال الكهرباء اللي بتسويها الى جنب عملها بتوزيع الكهرباء بصراحه يجب ان تستثمر بتطوير الشبكات بتقليل الفاقد، لان الدكتور عمر بيعرف انه احنا من اعلى البلدان في العالم بالفاقد. يعني هاي الشركات تستفيد من الحكومه من مصاريها وتستفيد من دعم سلطه الطاقه لها بمشتريات بملايين الدولارات سنويا غير اللي بندفع على اسرائيل لتطوير هاي الشبكات، وهاي لما يتوفر عندها سيوله او بدون ما يتوفر عندها سيوله قاعده تستثمر في محلات اخرى ومطلوب من الحكومه ان تدفع عنها. هذا الحكي كما يطلب من المواطن أن يدفع عن نفسه يجب أن يطلب من شركات الكهرباء أن تعمل فقط باختصاصها وهو توزيع الكهرباء، ويجب هي كمان أنها تدفع عن حالها ويجب أن تطلب براءة ذمة. يعني لما أنت قاعد بتحط قانون ستريكت قوي للناس أنه لازم يكون معها براءة ذمة، فهذا يجب أن ينطبق على الشركات ويجب أن ينطبق على الناس ويجب أن ينطبق على الحكومة. يعني ما بصير انه مجلس الوزراء يجي يقول اذا ست اشهر انت مش دافع او اذا ست فواتير انت مش دافع معناها بدك براءة ذمه ممنوع تسافر. بالمقابل معظم اشغال الحكومه، وهنا استثني سلطه الطاقه بالمناسبه، معظم مؤسسات الحكومه لا تدفع خلال لا ست اشهر ولا سنه ولا سنه ونص. ف يعني في كلب مكيالين هون، في كلب مكيالين. فهي نقطه يعني دكتور عمر، هلا انت بدك يعني مثلا يعني بدك يعملوك مواطن زي بيعاملوا مثلا وزاره الماليه؟
انا مفروض اعمل احسن منها لانه هي مفروض تصنيفها تربل اي. هلا مفروض حكيت انت يعني خليك واقعي شوي، يعني انت بدك مثلا انه يكون لك معك سنه تدفع مثلا؟ لا مش انا ما قلت معي سنه، بس طالما احنا مش قادرين ندفع للناس مستحقات، طلعنا مدينينهم، طلعنا مدينينهم لشركات الكهرباء، طلعنا دافعين 7 مليار شيكل، يعني شو ما اخذوا من احنا، شو ما كان في ديون على على ال مشهور مشهور اسمه مشهور. نعم نعم اسمح لي اجيب اخي. نعم تفضل. خليك مشهور، اسمع جون. نعم خليك يا سيد مشهور. اول شيء انا بدي اهنيك اخي ابو سائر على جوده الفئه التي تستمع الى هذه الاذاعه. الحقيقة الأسئلة الموجهة واضح إنه الناس مهتمين وعلى قدر عالي من الثقافة والاطلاع، وهذا يعني واضح من الأسئلة اللي بيسألوها. نعم. أريد أن أوضح للسيد مشهور. أولا هو طرح مجموعة من القضايا. أولا فيما يتعلق بالمنح المقدمة للشركات، وطبعا هناك منح وهناك قروض، ولكن في الحالتين يطلب من هذه الشركات أن لا تزيد، يعني بدي أحاول أني ما أستخدمش تعابير فنية قد لا يستطيع الجمهور فهمها، ولكن عندما يطلب من هذه الشركات زيادة ممتلكاتها نفرق ما بين الممتلكات الناتجة عن منح وتلك التي هي عبارة عن استثماراتها الخاصة، بمعنى أنه الناتجة عن المنح يجب أن لا تكون بالأعباء المالية التي تحتسب على أساسها التعرفة الكهربائية، بل تكون بالنيجاتيف يعني بالناقص. فبالتالي هذه مش فهمها أستاذ، مش فهمها دكتور، تحسب لصالح المواطن، مش فهمها دكتور يعني. لا أنا مش فهمتهاش. إحنا بنعطي منح، كيف يعني بتكون؟ يعني أنت افرض أنت عندك بتبيع منتج معين، هذا المنتج عشان تنتجه في مصاريف، إذا كان جزء من هذه المصاريف منحة بننزلها من المصاريف بحيث إنها لا تعكس في حساب سعر هذا المنتج. أعتقد الآن أصبحت واضحة. وبالتالي ما بسمع هو يعني كيف تستثمر؟ أنتوا بتراكبوا استثمارها بجد يعني هناك؟ يعني يعني هي القضية مش عارف ليش أنت بتستغرب، هذا عمل أنا لا مش بستغربش، بس منقوم فيه شهريا وهناك اجتماعات مع الجهاز المالي ويتم إبراز كل المعلومات التي يطلبها مجلس التنظيم. أنا أستطيع أن أطلب حتى أي نشاط تقوم به أي شركة في وله علاقة مالية، وبالتالي هم معنيين أنهم يبرزوا أي نشاطات حتى يأخذوا مقابلها زيادة في التعريف. وبالتالي نحن نحرص إذا كانت الاستثمارات في الشركة مقدمة عن طريق منح أو حتى قروض ميسرة، يجب أن لا يتم عكسها في احتساب التعرفة بالشكل الموجب، إنما بالشكل السالب، يعني تنخفض التعرفة نتيجة مشهور. هذا مهم. هذا نعم. هذا يعني دكتور ليس هناك أي اضطراب على هاي المنح، بالعكس هذا أنا عمال بحكي لك كيف نستخدمها. اسمح لي هذا واجبكم بتقوموا فيه على اكمل وجه من عشرات الصحيح. يعني كسوة الطاقة ما حدا بيشكك في هاي النقطة، يعني مش هاي نقطة الخلاف. نقطة الخلاف دكتور انه لما شركات الكهرباء بدها تستثمر فالاولى ان تستثمر في تطوير الشبكة قبل في الاشياء الاخرى لانها صاحبة الامتياز. يعني انا قلت لك انا ما بحكي قانون، انا بحكي منطق حاليا، فهم علي؟ يعني المنطق 100% صح، ولكن انت مش منتظر الايجابي. اللي أنا الإجابة الجزئية الأولى اللي حكيتها هي فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية فقط، والمنح التي تقدم فقط في قطاع الطاقة الكهربائية. نعم. الآن إذا تقوم الشركة، وأنا أتفق معك فيما طرحته، إذا الشركة تقوم بخدمات أخرى مسموح لها أن تقوم به، فهذا السماح لا يأتي من سلطة الطاقة ولا من مجلس التنظيم، هذا يأتي من مسجل الشركات. وأنا معك لأنه يجب أن يراجع ويجب أن تحصر الخدمات التي تقوم بها شركات الكهرباء بقطاع الطاقة الكهربائية، ويجب أن لا يكون هناك استثناء على ذلك. وهذا موضوع أنا أعتقد أنه اللجنة الوزارية من أجل الاستثمار والتي تقودها الآن بجهود كبيرة وزارة الاقتصاد الوطني، نعم، على أجندتها مراجعة هذه الأعمال. ولكن هذا موضوع لا يتصل لا بقريب ولا ببعيد من سلطة الطاقة ومجلس التنظيم، بل على العكس هو من وزارة أخرى. ومجلس التنظيم في هذه الحالة يتأكد، حتى ولو أنه مسموح لها، يتأكد بأنه هذه النشاطات لا تؤثر على المواطن من حيث طيب موضوع أعتقد أنه الآن أصبحت واضحة. طيب أستاذ عمر، بدنا نحل مشكلة الضريبة 18% في كفر عقب وسمير ميس ولا لا؟
يا اخي ابو ثائر لازم انت تعيد الاتصال فيه لان انا مش سامع من المطر. بقول الضريبه في سميره ميس وكفر عقب في مناطق معينه كانت تحسبها الشركه 16% الان بتحسبها 18%. سمعني؟ طيب جربوا ارجع للدكتور عمر. احنا طولنا عليك دكتور عمر، مش رح نطول، اخر مداخله يعني بتكون وبعدين بننهي. مين معي؟ معي كمان مشاركه. مهند صباح الخير. صباح الخير، مين معي؟ مهند بحكي. تفضل يا مهند. دكتور انا مهم جدا الموضوع، شكرا لمشاركتك اليوم. يعني في شغله انا بدي احكي فيها بشكل شخصي صارت معي. يعني انا مستثمر حبيت استثمر في البلد، واستثمار ما يقارب نصف مليون دولار من البنوك. القصة اللي صارت معايا انه انا لما قدمت عشان الكهرباء في شركة الكهرباء هون انه بدي 400 امبير، ففاجأت انه انا بدي 3-4 شهور بين اجراءات وبين تركيب. فبالتالي انا كمستثمر فعليا ممكن اسكر استثماري قبل ما ابدأ، يعني في حالة اتخذت المسألة هذه هيك وقت. عندي مصنع، عندي اجار، عندي عمال، عندي مكان، عندي رو ماتيريال، عندي كثير اشياء. فبالتالي يعني أنا شخصيا يعني شوية مزعوج من الموضوع، وشوية يمكن بديش أحكي لك ندمان إنه فكرت أستثمر، ولكن صار الموضوع مخيف لإلي. يعني أنا لأنه مش مربوط برأس مالي ومش مربوط بشيء، أنا مربوط في بنوك، والبنوك مش حترحمني إذا تأخرت شهر لأنه أنا تأخرت علي شركة الكهرباء شهر أو شهرين. فأنا شخصيا شو بدي أعمل؟ لا يعني شوف، أولا أنت مش لازم تلجأ ما حديث إذاعي من أجل تقديم شكواك، لأنك أنت تعبر عن مشكلة مهمة. الآن كثير من الناس أيضا لا يعلموا أنه هناك دائرة للشكاوي تم تشكيلها حديثا في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وهذه تراجع كثير من الأمور ومنها تقديم طلبات الوصل بالتيار الكهربائي، وأيضا مراجعة التقييم المالي لما يطلب من المستثمرين في حالة طلبهم الربط بالخدمة. لذلك أنا أدعوك لزيارة مجلس التنظيم اليوم وتقديم الشكوى، خاصة أنه هناك الآن أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء تبين الآليات التي يتم تقديم فيها الطلب للخدمة وكيف احتساب ثمنها والآليات والزمن المسموح للشركة حتى تجيب على الطلبات. نعم. قد يكون في بعض الحالات هناك خدمة تعطى للمرة الأولى في منطقة معينة، يعني لم تصلها التيار الكهربائي بعد، هذه يعني تستغرق وقتا أكثر من الخدمات الأخرى، ولكن في كل الحالات يجب على الشركة القيام بتوفير الخدمة بعد تقديم الطلب. لا أتذكر الآن الرقم، ولكن ما بين 20 إلى 25 يوم، وبالتالي تستطيع التوجه و روح يا مهند. الآن كل يعني كل من يتقدم المجلس التنظيم أنا المضبوط معجب بالحالات التي تم حل إشكالياتها، وهذه أعتقد أنها حالة ليست صعبة ومن الممكن التعامل معها ومعرفة على الأقل شو أسبابها. روح يا مهند. شكرا. تعال يا مهند. يلا طيب دكتور عمر، آخر شيء في كفر عقب سمير ميس، معظم الناس تهرب من غلاء الأسعار ومن غلاء الأجرات في القدس، وإحنا عارفين هاي التفاصيل، صحيح؟ نعم. ومن في محلات معينة على مدار فترة طويلة كانت تنحسب الضريبة على الناس 16%، يعني حسب ضريبة السلطة، منيح؟ بعد فترة غيرت رأيها شركة الكهرباء وصارت تحسب 18%. ليش؟ لانه ترخيصهم اسرائيل. طبعا في محلات بس ما هو يعني شوف، مش محل ما بدها بتحسب الاشياء انها هاي فلسطينيه وبتحاسب. انا قلت لك اخ بثائر، قلت لك انه الشركه لها تسجيلين ولها امتيازين، واحد يراقب عليه المراقب الاسرائيلي وهو يسمى بسلطه الخدمات الاسرائيليه، وواحد يراقب عليه مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وايضا في موضوع الضرائب تراقب وزاره الماليه. نعم. لأنه هذا موضوع مالي وليس لسلطة الطاقة، لا الموضوع، ولكن أيضا هو من المجالات التي ترفع فيها الشكاوي ويتم تقديمها لوزارة المالية. أنا لم أرى أي حالة الحقيقة في مناطق السلطة الوطنية تتعلق بالضرائب، لأنه تراقب عليها وزارة المالية رقابة شديدة. بالنسبة للمشتركين في المناطق سميرة ميس كفر عقب وغيرها، هذا الموضوع يعني يجب طرحه على وزارة المالية، ولكن أنا أعرف أنه الإجابة في المرحلة هذه
انه الضرائب خاضعه لسلطه الخدمات وليس لوزاره الماليه الفلسطينيه. انا بامل انك تحاول تفحص الموضوع دكتور عمر، يعني على الاقل في هاي المنطقه نفحصه ونعطيك اجابه ان شاء الله. نعم بدنا نشكرك كمان اكمل يوم انا بدي اشكرك تسلم انك اتحت لي الفرصه ان اكون على هذه الاذاعه القيمه ومستمعيها الرائعين، وكما قلت ان شاء الله هتكون ليست المره الاخيره. نعم لا احنا كمان اكمل يوم رح نتصل فيك نقول لك اسمع. اهلا وسهلا. لا تسمعنا احنا رح نعمل تست على الهواء ونتصل في كل مقاسم الشركات الكهرباء ونشوف كيف بتعاطوا مع الجمهور على الهواء بس، واحنا رح نقول لك قبل الوقت مشان تسمع. الاعلام هو يعني جزء من هام من المنظومه الرقابيه والجهه التي يعني يستطيع المواطن فيها الوصول الى المسؤول. لانه مثلا انت تخيل عدد مشتركي ليش لا؟ الكهرباء وكم حدا مثلا على الاقل في منطقه الوسط كم مشترك كهرباء وكم حدا بيستقبل اتصالاتهم. شوف شركات انترنت صغيره في البلد صغيره بلاش نقول كبيره متوسطه على الاقل، شوف كم مشترك عندها وكم حدا بيستقبل اتصالاتهم. ما هو مش يعني انت فاهم علي كيف بتصير الامور. لانه هناك عندك 50 60 الف مشترك واللي بيستقبلوا المكالمات 2 3 وهناك في مشتركين 10 12 الف واللي بيشترك واللي بيستقبل مكالمات 15 20. نعم يعني فاحنا رح نجرب هالأكم من يوم بنقول لك قبل بيوم.